والآن آخر أخبار الطقس والحالة الجوية. عودة مرة أخيرة إليك مصطفى. شكرا من جديد أميرة وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما يتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 32 درجة والصغرى 24 يكون الجو فيها حار. في محافظة الأسكندرية 30-23 يكون الجو فيها أيضا حار. في مطروح 29-21 مائل للحرارة. في بورسعيد 30-24 يكون الجو حار. في الإسماعيلية 33-23 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 32 درجة مئوية والصغرى 22 ويكون الجو فيها حار. في العريش 30-22 يكون الجو حار. في طابة 32-24 يكون الجو حار. في شرم الشيخ 34-26 ويكون الجو حار. في الغردقة 35-25 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 36 درجة والصغرى 22 ويكون الجو فيها حار. في أسوان 37-23 ويكون الجو فيها أيضا حار. في الوادي الجديد 37-19 ويكون الجو فيها حار. في شلاتين 36-26 ويكون الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 31-27 ويكون الجو فيها حار. والآن متابعينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.